المعاناه اللي بغيت نقول لك ما كاين فيها ما يتشاف، لا اله الا الله وصلى النبي. راه تضرنا لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، انا دارنا رابطات كامله، كواشنا، حوايجنا، كلشي تكرفص. ثلاث ايام وحنا تنباتوا في الزنقه وتنتغطاو غير بالسما، راه مكرفصين واحد التكرفيصه لا اله الا الله. امي راه كبيره في العمر، كل ما جبدتها راه كون ودعت الحياه، راه مع دخلت للدار يلاه حليت الساروت تتبان لي الدار تتمشي وتتجي. درتها تيصحابني واش هي الدار بوحدها اللي بتريب واحد شي، وانا نحل الدفه تمي الداخل وانا لقيت الدار جاب الله امي، لقيتها في ام الباب خرجتها. راه ذاك النهار راه الناس واحد السيد، واحد الصديق ديالي، واحد الصديق ديالي مسكين تا هو مات واحد الموته الله يرحمه مسكين في هذا النهار هذا، وتوفى توفى في الدار اللي متكيه عندنا، توفى ثلاثه الناس، واحد الدري صغير، وتوفت واحد السيده مسكينه كبيره في العمر ما لقات اللي جبدها، وتوفى واحد الاخ تا هو تاع واحد الصديق ديالي تا هو مسكين توفى، رابع عليهم السقف، ثلاثه السقوف ولا معطر اربعه السقوف هبطوا دقه واحده تكرفصوا مساكن ماتوا. مرعبه، ما شفناش النعاس، كل ليله تنقولوا دابا تعاودتني تحرك الارض الطبيعه عاودتني يجي الزنزال، النعاس ما شفناش ولا يومين هذا. لهذه اللحظه باقي تنهضر مع كل خلعه شاده فينا، لا في عائلتنا لا في الساكنه تاع الحي السلام. اول حاجه الله يرحم الناس اللي ماتوا، والله يشافي الناس اللي تضرروا اللي ترزاو في ولادهم وفي مواتهم باواتهم وخوتهم. بالنسبه لليله اللي كان فيها الزنزال فهي ليله راه داكشي تاع الله سبحانه وتعالى. كنا جالسين ضرب الزنزال ما شعرناش على انه جاب واحد القوه اللي هي كانت بزاف. نزلنا على ما حليت الباب هذا كي تشوفوا الصور ديال الباب هي اللي ما عليهم انه قال لك ترمم بسلام 2019 وغادي نتكلموا على هذه النقطه من بعد. انا كي حليت الباب كنزل هذا الشيء هذا، يعني انه هذا السيد هذا مول الطاكسي اللي كان معنا تمايا، انا على ما حليت الباب داك الجهد ما نكذبوش سديت الباب لانه خفت لان داك الشيء دخل كثير بزاف. حليت الباب خليت نجر مول الطاكسي، السيده اللي معاه كان مع موليد صغير. هادشي هذا ماشي عمل بطولي، كان عمل انساني قبل ما نحسبه هو بطولي، لان هادشي هذا ولا هذا كان المغاربه كدايرين وهادشي ولا عطانا الله في دمنا. حنا فاش حسينا بهذاك سميتو تخلعنا بزاف ما نكذب عليك، الا داك الشيء ما عمرنا عشناه، وحسينا بسميتو الجيور بيطيحوا والناس مخلوعين خارجين كلشي خارج. وكنت انا بعيد هنا على المحل وعلى بلاصه فين كنحطوا السلعه، وما كاينش اللي يجيب لك الاخبار، كلشي مخلوع وكلشي، والناس ما كاين ما نقول لك، راه القضيه مكرفصه بزاف. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.